السلام عليكم. نور الدين الشتواني من البصارة، جيت عند السي الحسين باش نشري هذا الحولي باش نعيدو ونديرو سنة الله ورسوله، والحوايج مزيانة الحمد لله، كاين الخيرات، وإنما الفلاحة كيتشكاو بشوية الثمن قاسح بالنسبة للمسكين، راه بزاف عليه، تقول له 300 وتقول له 400 راه بزاف. واحد اللي لاباس عليه ما غاديش يتضرر، بصح واحد اللي مسكين راه قاسحه عنده. وهاد الغلاباش كاين، الفلاح كلشي كيخرجوا من جنبه، كيشري الفصه، كيشري الكوديسه، العام ديال الجفاف، الدعم ديال الدوله ما كانش. مارس اللي فات جا عطاونا عطاو للفلاحه جوج شكار، جوج شكار، وجوج شكار هي اللي غادي تشد. مارس وقت الربيع، وهذا الخريف رانا قريب داخلين له، ما كيعاونوا فلاح، حتى الدوله راه ما قايماش بالواجب ديالها وزاره الزراعه. قيمش بالواجب ديالها اتجاه الفلاح، لو كان الفلاح عنده الدعم ويدير غادي يكون ينشط، غادي الفلاح راه غادي غير يتضرر وغادي غير نقرضوا هذا التجاره ديال الحولي وكذا. اللهم الا كان نوجه دعوه للمسؤولين في المنطقه الشرقيه بالخصوص انها تعاني ازمه خانقه فيما يخص الفلاح، الماء ديال الابار جف، الفلاحه ما كانش، العام فات ابيض، العام ما كاين والو هذا العام، لا زرع لا قمح لا في الصالات، غير اللهم بعد الابار اللي بقات شويه كدير البلاد. حبستي غادي نشريو الحولي غالي وغادي تكون الحوايج مزيره، نطلبوا من الدوله ومن الحكومه ديالنا ومن سيدنا الله ينصرو باش يدخلنا في هذه الحوايج ويشوفوا لنا المنطقه الشرقيه، راه من كوبا مشى التهريب، مشى كل شيء وما بقاتش، ما التفعيل ديال المعامل ديال هذه بقات في لا كريز كتعاني بها المنطقه الشرقيه. هذا نداء نوجهه للحكومه باش تلتفت للشعب ديالها بجميع المغرب وبالخصوص المنطقه الشرقيه. ما كان كاين اللي ما معيزها، هما التليفون كيصوني 20 مره في النهار، عيد لي واش كي غادي نديروا لهم؟ احنا بقاو فينا المسكين وبغينا نتعاصلوا معاه ونديروا معاه، ولا لا حول ولا قوه الا بالله. كي غادي نديروا لهم؟ راه ما بزاف كاع الشعب، راه 50% ولا 40% راه مساكين ما عندهمش، يبغيو الاعانه ويبغيو، وكي غادي ديروا؟ حنا اخوه متخاوة ونتحبوا بيناتنا ونبغيو وطننا ونبغيو الملك ونبغيو كل نبغيو بعضياتنا، هذه مناسبه ديال العيد باش نعاونوا بعضياتنا. محمد، انا من الاصل ديالي من هنا من الجهه الشرقيه من مدينه وجده، ساكن في فرنسا، الحمد لله هذه عامين وحنا كنجيو نعيدوا مع العائله هنايا في هذا الموسم ديال عيد الاضحى المبارك، كنجيو نعيدوا، هي جات فرصه انه كيجي في هذا الشهر ديال العطله، وهذا كنجيبوا الوليدات كنعيدوا مع العائله ديالهم، كيشوفوا الاجواء ديال العيد كيفاش فايته، والحمد لله جينا ولقينا الحواله الخير موجود، الاثمنه في المتناول، كل واحد ويدي على حساب جيبه، على حساب الامكانيات ديالو، والحمد لله الخير موجود. السلعه ها انتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله راه كتهضر على راسها، الجوده راها باينه، كاين السردي كاين البرقي، الحمد لله الخير موجود، وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم. جينا هذا العام نعيدوا في بلادنا، وني تري كونتون، ني تري زورو، جبنا وليداتنا العام اللي فات سي سي باغاي، وني تري كونتون، سا تومب مع لا بيريود دي فاكونس، دونك باش لي زونفون يشوفوا التقاليد ديالنا والعادات ولا ريليجيون ديالتنا، باسكو مالوروزمون فرونس ما كيخليوناش نعيدوا، دونك سا في كون ميم 15 اون ولا بلوس كو سا اون لا با فيتي العيد في فرنسا، اي سي فريمون مالورو بور نو زونفون اي بور نو اوسي، باسكو اون اشيت كو لا فياند، اون فا ريزيرفي لا فياند شي لو بوشي، اون اشيت فوالا بور موا سي دو لا فياند، الوغ كو ايسي كنجيو كنختارو الكبش وكيعرفوا وكنشوفوا لا فامي وكندبحوا في الاجواء وفي الصالات وفي زعما هاد الاجواء فريمون كنفرحوا بها، ورحنا فرحانين بزاف، ووليداتنا اوسي كيعيشوا هاد الاجواء معنا باش ما يكبروا ان شاء الله حتى هما يبقاو في هاد لا ريليجيون، يعرفوا لا ريليجيون مسلمان ويكونتينيو حتى هما من بعدنا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يفوت علينا بالخير وبالسلامه والهنا وطول العمر، ولكل واحد الجاليه المغربيه خاصه والمغاربه عامه،
ونتمنى الجاليه المغربيه اللي كيشوفوا فينا وما كيبغيوش يجيو للمغرب يقول لك راه المغرب راه ما بقاش مزيان وكنمشيو منا ملي يجيو باش يحيوا هاد المناسبات في المغرب ويوريو لوليداتهم ونعيشوا هاد الاجواء عامه ان شاء الله. الشعب المغربي والملك ديالنا والشعب ديالنا والشباب ديالنا عيد مبارك مسعود، ويكون ان شاء الله العام الجاي احسن من هذا العام، وربي ان شاء الله يسعد البركه والزكاه في كل شيء ان شاء الله، ويتاوي العشره ويتاوي الخوت ان شاء الله، ونكونوا دوله زينه ان شاء الله. والله يعني جينا في واحد الساعه مبروكه، والله يقوي الرزق باش كاع الناس تعيد ويجيو الفاكونس ديالنا ان شاء الله، يفرحوا ويعيدوا معنا بحال اللي راهم جاوا هذا العام والعام اللي فات ان شاء الله. ونتمنى لكم النجاح لينا ولوليداتنا ولوليدات المسلمين والشباب كامله. الله يجعل ربي ينصر شبابنا، والله يجعل ربي يردهم لطريق الخير ان شاء الله، والله يجعل ربي يكون مجهتنا ومجهة المسلمين كلها ان شاء الله يا رب العالمين. وعيد مبارك مسعود لكل شيء الشعب المغربي ان شاء الله، ويحيى الملك ويحيى الشعب المغربي.